السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. الفيديو بتاعنا نحب نسلمه على سيرين وعلى اسكندر. سيرين واسكندر نيو كامر تو كالجاري، مرحبا بيهم بكالجاري. مازالوا كبداوا نفرحوا بيهم، مازالوا كجاوا والله، مازالوا كجاوا كندا عندهم حتى أربع ما نعرفش لا امهم 14 ما هي هما مازالوا كيجيو ومازال يرجعوا على المدرسه ما دخلوش المدرسه مازال المدرسه المدرسه نسلموا عليهم الناس الكل وان شاء الله يعني يستانسوا ان شاء الله يلقاو كما شفت ذكروني باولادنا كيجيو لا يعرفوا انجليز يعرفوا ما يعرفوا الجمله كان الفرنسي ولكن في سعد نفس العمر وندمجوا ما شاء الله وشجعوكم لهنا نقولوا لهم الكلام نقولوا ما تخافوش راهم المدارس قرايه بركه اقرا على روحك وبعدين مستوى العلم باهي كلهم عندهم مستوى باهي المدارس كل قراوا وشدوا بوزيسيون باهيين تو الحمد لله وتبارك الله على اولادنا اللي يجي ويقرا على روحه يلقى البلاصه يلقى البوزيسيون تاعو ما يقراش شيء في العفس لا 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 سلموا عليهم الناس الكل ووليداتنا الصغار الكل نسلموا عليكم راه ما تنقروش الصغار الكل في العالم الكل خاطر يمثلوهم الكل ايوا جاونا يجرى اجى تعرفش كيفاش خلينا نتعداو الفيديو تفرجوا فيهم كيفاش جاونا اول مره انتم اخي انتم اللي عندكم قناه في اليوتيوب السلام عليكم ورحمه الله تقابلنا مع تونس اسكندر سيرين من كالجاري يتابعوا فينا على الفيديوهات جونا وحدهم يعرفونا مرحبا بهم وربي يحفظهم ان شاء الله ويحفظ وليداتنا الكل وسلمي على ماما سلمي بسلامة ربي يحفظكم ان شاء الله مرحبا بكم بدينا الفيديو في بناش في الفيديو من هنا يا اخي جاو سلموا علينا قلنا يا خلينا نعملوا لهم الفيديو يحبوا يتصوروا معانا اي ابوهم يمكن ولا شكون معاه جابوا لنا ابوهم وجا ولا اخوهم والله ما نعرف مبين صغير هو سلام راه هاي تعالوا سلام هذاك شو نعمل انا تو نعطيك اسم ولدي نعطيه عبد المنعم عندك اي ولا مازال مرحبا بكم مع السلامه اليوم اسعد النهار صبح صباح اللهم صل على النبي تونسي وتونسيه زويز وليد وليد وبناي لقينا جاو سلموا علينا قالوا شفتونا في اليوتيوب قالوا مازالوا جاو في كالجاري جدد تبارك الله عليهم ربي يحفظهم ان شاء الله وربي يوفقهم جابوهم سلم عليا غادي على جنب ان شاء الله ربي يوفقهم امهم غادي قاعده بعيده حاشمه شويه المهم فيديو اليوم احنا ماشيين ماركت مول قلنا خلينا نبداوه من هنا نسلم عليكم على وليدات هذوما الزوز وربي تفكرون بالدعاء بربي ربي يحفظ وليداتنا الكل في الخارج ان شاء الله سلام يومية حقا تعرفوه عاد انتم خليهم تتابعنا اي ربي يفضلكم ان شاء الله كهو بعد ما حكينا معاهم هما مشاو باش ياخذوا المترو خاطر واحنا ماشيين الماركت مول باش نفطر معاكم باش نصور حاجه اخرين لكن باش نعمله لكم قصير الفيديو باش على تكريم للوليدات هذوما الزوز اللي حبونا وجاونا ونرحب بهم في كندا باش نهبط لهم الفيديو هذا. فما هذه شنو هذه؟ هذوما هو تشاينيز هذوما. سوشي. تحب سوشي انت؟ ايه اوكي باه كي اف سي لازم ناخذوها او اوبا. يظهر لي فما المدينه ما نعرفش وين المدينه. يظهر لي القدام المدينه. لا نعرفك ما تحبش المدينة أنت يا ما أنا تنشوف حزيرة ناخذوا من أوبا المرة دي مش الصابواي زادا ساندويتشاتهم تاعو باهيين يعجبوني فاهم فخاطر تحط فيهم طن ها تاك تيم تاك تاكو تيم هذايا البنات يحبوه ثم إن دبليو راي اللي يحب الريجيم ما ياكلش منا واللي يحب ياكل ياكل عادي وعندنا كوريان بوبون جريل جريل فين المدينة؟ فماش المدينة ظهر لي هذايا يظهر لي بدلوا اسمها ولا لا؟ لا هل كيري نو فما ايدو هاي نرجع هاي نرجع ونرجع هنمشوا الأوبا هاي
كملش حالي نمشي لخلاطة شو اللي عندهم هاوك فما فما بليت روز و وشرم فما دجاج خبز هاوك الفوق بالكل فيها يا ميكا اوبا ثم كالامار زيدا كالامار هاك يما بوحده ولا مع الروز كالامار وبطاطا سلطة فرايز بيتا راب لا ما نحبش انا اوبا راب لا لا ما نحبش نحب روز وشرم ميغا ميغا اوبا بيتا يا تو سلوفاكي رايس سلاد بوتيتو بيتا بريد يا 1880 يا عمشة هاي الطاولة دي فارغة شنو قد مقابلت مقابلت كان لازمكم لا توجيب اوكي با اي مالا شنو هذي خديت انتي شرمب ودجاج خبز شرمب ودجاج وخبز و بطاطا ورايس وسلطة سلطة جريك سالاد يسموها هذيك طحينة و جارليك صوص يظهر لي يا اوكي يا هذيك اوكي يا هذيك يبدا بسم الله هاي هذي نتاع ينا كيف كيف يعني برس كيف كيف كل شيء غير انا ازيد فلفل وازيد بصل والصوص نفس الشيء وسبرا كيف كيف شيح ها شيح ما عندك الصوص الاخرى حط فيه الصوص اوكي اوكي هذي حسيلو الفيديو متاعنا حبينا نكرموا الاولاد اللي قابلونا نوردين في المحطه عملنا فيديو على خاطر هما خاطر نحبوا ما يقعدوش يستناو فيديو صغير هما بداية سلمنا عليهم ومن بعدك تعدينا فطرنا باش نحطوا بعد ما نكملوا نفطر ان شاء الله نعملوا ونهبطوا لكم يلا نودي قبل ما تحط فم نقول لهم بسلامه ونبداو ناكل على رواحنا الله بركاته ويعطيكم الصحه وتفضلوا معنا اوكي يلا فيك اكثر يا سلام